كما قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن الجلسة النقاشية التي عقدت بحضور مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بالمركز ركزت على البعد الإقليمي للأزمة في السودان، كما تناولت المبادرات الدولية المقدمة والموقف الحالي من البعثة الأممية في السودان. ركزنا أمور هذه الحلقة النقاشية على طبيعة المصالح الدولية المتنافسة كأحد محركات الصراع في السودان، البعد الإقليمي للأزمة في السودان وعلاقات التأثير والتأثر بدول الجوار، المبادرات الدولية المقدمة والموقف الحالي من البعثة الأممية في السودان، أسباب تعثر مفاوضات جدة وانتكاس وقف إطلاق النار في حلقات متتالية خلال الفترة الماضية، مبررات غياب الفاعلية عن المبادرات الإفريقية من الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيجاد، وأيضا آليات تنسيق المبادرات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات للسلام.